مرموم. تواصل أشواطنا في هذا المساء وفي هذا الانطلاق وهذا التحدي الجميل مع سن الكبار وأشواط التميز والنخبة بشعارات وهجن أصحاب السمو الشيوخ في هذا المساء عبر شاشة دبي ريسنج وفي ميدان المرموم تحفة الميادين. ينطلق هذا الشوط وهو سابع أشواط مساء هذا اليوم الخاص بالزمول المحليات الأصايل بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق والجميل وهذه الشعارات والأسماء الرائعة. مباشرة إلى مقدمة الشوط سراب يقود المشاركين ويتحدى المنطلقين بهذا الاندفاع من هجن العاصفة. يقود الواثق حمد بن راشد بن غدير في التضمير بينما المركز الثاني النصر يأتي في المركز الثاني. تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يضمره أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في ثاني المراكز بينما المركز الثالث يأتي في صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. يضمر عبد الله بن سالم المسافري بينما المركز الرابع هناك تواجد في هذه اللحظات سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ويضمر أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير في رابع المراكز بينما المركز الخامس هاملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري بينما المركز السادس ياتي النصر في المركز السادس. النصر لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. يقدم النصر حمد بن علي العويسي بينما المركز السابع يتقدم في سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. يضمر مطر بن سيب اللاحج الهاجري المركز الثامن. مهل ياتي في هذه اللحظات مهل تعود ملكيته من هجن الرياسي. يضمر عيسى بن سعيد الخيالي وهو في ثامن المراكز بينما نشوف المركز التاسع يتقدم في هذه اللحظات شاهين في هذا الانطلاق. تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. ياتي سالم بن حمد بن هيان العامري في تضميره بينما المركز العاشر وهنا تاتي هجن العاصفه مع الذيب وحمد بن راشد بن غدير في التضمير. هذه العشر المراكز الأولى من الزمول المحليات الأصايل في انطلاقتها وفي سابع أشواطنا وفي نداها الأول في 8 كيلومترات عبر شاشة دبي ريسنج في هذا الانطلاق وهذا التواصل مع عالم الأصالة وعالم الناموس والتحدي في مسار هذا الشوط وتحدياته وانطلاقات الجميلة. مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة محبي هذه الانطلاقات العودة إلى المراكز الأولى وتبادل المراكز والتنافس والتحدي. هناك يقود المشاركين سراب على مقدمة هذا الشوط. سراب يتقدم المشاركين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يقود الخطير في التضمير ياتي أحمد بن سلطان بن رشيد يقدم اللي هو سراب بينما المنافسة الواردة من قبل سراب العاصفة كذلك من الجانب الآخر أيضا سراب ولكن ليحمل شعار هجن العاصفة في هذا الاندفاع على المركز الثاني ويضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير بينما المركز الثالث يتقدم في صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. عبد الله بن سالم المسافري يتولى عملية التضمير بينما صوغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري في التضمير وهو في رابع المراكز. أشوف المركز الخامس النصر مشاهدينا متابعينا الكرام ياتي في سادس المراكز في هذه اللحظات لسمو الشيخ زايد بن المر. النصر من الجانب الآخر عفوا هناك في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يبحث عن النصر في هذا الشوط. كذلك النصر الآخر في المركز السادس لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم وحمد بن علي العويسي يتولى عملية تضميره. سابع المراكز يتقدم سلو سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. مطر بن سيف بن لاحج الهاجري يتولى عملية تضميره بينما هناك تقدم في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. سالم بن حمد بن هيان العامري يتولى عملية التضمير والمركز التاسع اللي هو يتقدم في هذه اللحظات اللي هو مهل.
مهل ياتي في هذه اللحظات ليحمل شعار هجن العاصفة بقيادة عيسى بن سعيد الخيالي والمركز العاشر. هذا هو الرنج، تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا المرة الثانية على التوالي للعشر المراكز الأولى في مسار هذا التحدي ومسار هذا الناموس الشيق والجميل الذي يحمل ميدان المرموم على أرضية هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة ورقص الكبار. الأربعة كيلومترات مشاهدين الأعزاء بدينا في الوصول إليها لننتصف المسافة في الأربعة كيلو في الثمانية كيلومترات. الأربعة انقضت وأربعة تبقت من هذا المسار، وسراب على رأس الحربة، سراب وسراب، شوف سلالة سراب العريقة يتقدم من المشاركات. سراب في المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع تضمير الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد، وسراب في المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. الاثنين في صراع مرير وقوي من البداية على هذا المسار، بينما النصر يغير موقعه من خامس المراكز يتقدم إلى المركز الثالث. النصر لسمو الشيخ زايد بن المربي مكتوم المكتوم وبقيادة مضمر خمس نجوم حمد بن علي العويسي الذي يقدم النصر في هذا الشوط ويبحث عن النصر والناموس، بينما المركز الرابع يتقدم في صوغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد، ياتي سعيد بن عبيد الحميري في تضميره ومتابعته، بينما النصر الآخر كذلك يتقدم في هذه اللحظات ولكن يحمل شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. والخطير أحمد بن سلطان بن رشيد يقوده في التضمير وهو في خامس المراكز، بينما المركز السادس ياتينا في سادس المراكز شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري يقوده في التضمير، بينما المركز السابع صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ياتي عبد الله بن سالم المسافري كابتن الطياره كذلك المنطلق ومهل يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثامن يحمل الشعار الاحمر شعار هجن الرياسة. عيسى بن سعيد الخيالي يقدم لنا مهل وهو يتمهل في أداء حتى هذه اللحظات، بينما المركز التاسع تاسع المراكز سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ياتي مطر بن سيب الأحد الهاجري في التضمير. والرنج في المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في عملية التضمير. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للعشرة المراكز الأولى في مسار هذا الشوط وفي هذا المساء الجميل وفي أشواطنا المستمرة المنطلقة في أرضية ميدان المرموم مع الزمول وسابع الأشواط. يا سلام يا سلام، غادرنا حزام الغابات، حزام الغابات وبدأ انحناء الميدان على اليسار وبعد ذلك اتجاه مباشر إلى خط النهاية لتبدأ الانطلاقة وتبدأ التحديات والسرعة من الزمول. بعد هذا الموقع نسير إلى المقدمة والمركز الأول. لا زال سراب رغم المحاولات والضغوطات الواردة عليه من قبل سراب ومن قبل هملول، لكن سراب مصر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير وهو يقود مسار هذا الشوط ويتحدى المنطلقين حتى هذه اللحظات. سراب من هجن العاصفة في المركز الثاني بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثالث يتقدم في ثالث المراكز شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. ما شاء الله قدم أداء جميل وانتقل من مراكز متأخرة إلى المركز الثالث، يضمر سالم بن حمد بن هيان العامري اللي في المركز الرابع. المركز الخامس النصر من الجانب الآخر، النصر لسمو الشيخ زايد بن المربي مكتوم المكتوم، وياتي حمد بن علي العويسي في تضميره. هناك وصل في هذه اللحظات، يا سلام يا سلام
العساس وصل العساس في هذه اللحظات من هجن العاصفة، يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. يا سلام يا سلام، نعود مع المراكز الأولى، خلونا نشاهد ونتابع سراب وسراب في صراع، سراب وسراب في تنافس قوي من البداية ومن هذا الاندفاع. سراب غير، سراب العاصفة غير إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. سراب من هجن العاصفة انتزع ناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظات، يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما يلي بالمركز الثاني، المركز الثاني في هذه اللحظات هناك سراب في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر احمد بن سلطان بن رشيد الخطير والنصر من جانب اليمين ماخذ موقع لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، حمد بن علي العويسي في عمليه تضميره. المركز الرابع ياتي في شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، سالم بن هيان العامري يتولى عمليه التضمير. والمركز الخامس ياتي في صوغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وسعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية تضمير. ولكن العودة مع الأمتار الأخيرة، العودة مع سراب اللي مسيطر، سراب مسيطر على مقدمة الشوط من هجن العاصفة، يقود الواثق حمد بن راشد بن غدير على المركز الأول وعلى الانطلاق الأول. ولكن بدأت التحركات، بدأ النصر وشاهين، شاهين مشاهدين العزاء، والنصر من جانب اليمين وشاهين ينطلقا على المقدمة، ولكن شاهين هو الأقرب. شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سالم بن حمد بن هيان العامري في عملية تضمير. النصر في المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، يضمر حمد بن علي العويسي. يا سلام يا سلام الثنين، ولكن شاهين بدأ شاهين يسيطر، بدأ شاهين ينفرد بالمركز الأول. شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري اللي يقدم شاهين، اللي ياتي بشاهين في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام، هذا شاهين واداء الجميل، تفوق في هذا الشوط، قدم الاداء الجميل والانطلاق الرائع. تهانينا مشاهدينا العزاء، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا لسالم بن حمد بن هيان العامري على هذا الفوز المستحق الذي قدم شاهين، وهذا الانطلاق والانفراد الذي قدم شاهين لحظات وصوله الى خط النهايه والاعلان عن الفوز والناموس في هذه التحديات. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا لسالم بن حمد بن هيان العامري من غاد شاهين في التضمير. المركز الثاني النصر قدم اداء جميل لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، والمركز الثالث وصل فيه مشاهدي الاعزاء مهل من هجن الرياسه، والمركز الرابع سلهود لصاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس وصل فيه شاهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الفاني. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام كانت النتيجة وكان الانطلاق الشيق في هذا المساء الجميل. بنعود إلى التوقيت الزمني مشاهدي العزاء، وهذا شاهين قدم توقيت زمني مقداره مشاهدينا العزاء 13 دقيقة 21 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا لسالم بن حمد بن هيان العامري على هذا الفوز وهذا الانطلاق، بينما وصل في المركز الثاني النصر لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم في قيادة حمد بن علي العويسي. توقيت الزمني 13 دقيقة 25 ثانية بالوفاء والتمام، بينما وصل في المركز الثالث مهل في المركز الثالث من هجن الرياسة بقيادة عيسى بن سعيد الخيالي. بنشوف توقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق 13 دقيقة و30 ثانية وجزء واحد من الثانية. هذه الثلاث المراكز الأولى في الشوط الماضي وفي الشوط المنتهي قبل قليل، ولكن شوط آخر كذلك تعلن فيه الانطلاقة عبر شاشة دبي ريسنج. مشاهدينا الأعزاء تشاهدون